الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا، والحمد لله على كل حال. وكتاب جني الفقه المنهجي وعين كجرني حكم النكاح شرعا حنك وقور كلية هاي شرعي أهان وعن شيئين أحكامته إلى الشنطه هاي وعن أصو شيئين مركو مصحب كاية السنة أها مركو مكروه هانا وإن أصو شيئين صدع ذيك لينو بشيئين مروح إلى علماء القور كواجبو نقونا يا يو هدو نفدي سي أبا هانت هاي قوركي زنا إنه كدا عنا وكبا قنا يوم قرش خيرا وهايصه وعكلاو زنا يحنان دا كبد بعد يا وانجور هينا أنا يشرين أو تقرش خيرا وهايصه نبدي سنال كاسين لما رسينو زنا كدا عو كايدا واتش بقول كنا قريا قال الغرط بيوحي المستطيع الذي يخاف ضرر على نفسه ودينه رفق أواد أولى جوركا ماديا ومعنويا ادب وقاق عبسانا هي النبدي سي الدين دي سي عزوبة هي دالي يرمي يقول لانتا وعرين دا سي انا كيكور نقونا انين الا قور مو ياري لا يختلف في وجوب الزواج عليه لبوا دا اسكوا خلاف سانا او اسكوا خلاف ما ينقف قا قور كون واجب كو ياري مد حرانا باجلا حديقو ننكري أوجي هاي إنه حق زوجته أن كسر بحين هديت أي معاملة هي حريرك هي أريمه هي سريرت نبغذي إياه وحسين ده دي هدو أوجي هاي إنه أن كسر بحين ونبدي سيارة يقول كسيدا وقبا هنين إن وحو هيانا أنا يشرين وفهو شاك صبيحي كريا ماديا ومعنويا مدنا وما أهلا تيكا يقول كبركا وحكا نقريا حرام بكا نقريا لأنه دي هول آنو قبن كرينين أو أجي هين آنو كصبيحي كرينين تينو مركا كدقا غاوما بنانا اللهم وحيدا دينينا يديك قبضو أرين دا أجت هاي وإرها لك نغتمو يعني بحيكو فلا يسابق إنه ماشى غير قفعون هذي دون يسون المركعين ماشى غير قفعوا وهاي مركع ده عدا وحيا غير يس مركع ده ك ك كذا كبر يسوا أما حوله ده مركعين على الدماعين أما وده مركع ده ده توجي وحنا يصير عنا ماشى صور قفعة ذي دون يسوا ده عدي ودي ما يس مركع يا ابن قرط يا يا وحول متى علم الرجل مركو هذا منكم إن نكرين عن شيء من حقوق الزوج الواجبة حقوق ذي روح عن دورك أي كره إذا واجبك أهيد فإنه لا يحل له زواج جورك حلال نغمايو اللهم ده إسلام يدو ساكو قادة طيب هلا مويان تمهيد وأقول لقد مكانة الأسرة في الإسلام ورعايته لها وهو يهل كنوى مكان ذا إيا منزل ذا إيا درجة قويس في إسلام كله يهد حديثا ورعايته لها إيو سيدو إلى لي تعريف الأسرة وإربح انت قويسك الأسرة لغة الرهض أسرة حق اللغة وكوحة أي الأشخاص وأشخاص يكوحة ألا دون من الرجل ينك ودو كوحة يعد منك ودو أي حق اللغة عربية أسرة الليلة أسرة الرجل ويعني عدة يسكنوين أشخاص لا يسكنوين بأسرة الليلة هذا ويقصد بالأسرة إصلاح في نظام الإسلام أسرة وحا لغة قاستنا يا إصلاحا مركة لغة سيالودة شيئي نظامك إسلامك تلك الخلية وأنوكتها التي تاسو تضم الآباء والأمهات قابسنا إيسا آبياش إيهو يوينكا والأجداد والجداد أو يذي يوينكا والبنات والأبناء حبلها إيه إنا مذا
وأبناء إلى أبناء إيه إنما ذي إنما ذودا أسرة نظام كإسلام هم ركال لقاها اللي يأمى قويس وخلية ذا إيه أنوكتا ككوبا إيه إسوس كريسو آبياش ويوينك أي ويدا أي يوينك أبادك لم يندي كوي ميو حيسي دالين خسيرا دا قويس الأسرة قويس كأدوات دعامة واتير أساسية وأساسية في المجتمع بلشدة أسرة واتير أساسية بلشدة إذا كان الفرد قفق مركوة هذا هو اللبين الأساسية حبدا تشاتور كأساس كأوها في بناء المجتمع مجتمع بلشدة ستان كذا فإن الأسرة قويس كنا هي الخلية الحية ونقطة نولة في كيانه بلشدة هي مجتمع جريتان جيسا قدح جريتان وحيليه انفرده يقفجي وحبده تشاتور كهي أساسي مركلاقة حقا ديسك بلشدة أسرادنا وحوية خلية هي ونقطة نول إكيان كا يجريتان كا بلشدة كده جريتان معناه بلشدي وهو يقويسس قويس كنا دو أفراد سوقف جي أيك سو براب ميسا والفرد جزء من الأسرة فرد جي يقف جوا قيب قويس كخمدا يأخذ خصائصه الأولى خصائص ديسا يوحيانها أقار كاهوري منها وحكا قادر يقويس كيسا قال تعالى ليحر ذرية بعضها من بعض إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض وذرية بركة بركة خلقة هذه بإلهي إلهي 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 وحو دورتي آدم وحو دورتي نوح ودو إبراهيم آل عمران أيو دورت على العالمين أبو كدورت ذرية بعضها من بعض وتفير قاركود غير خلقة هذه وينطبع وحكو طابع ميا بطابعها طابعي هذا يدغن كأوقيس كأسلية هاي وقف غير كطابع ميا ويتأثر وحكو هذا بيا بتربيتها قويس وتربية دولية هاي تربية ذا قويس كلية هاي أيوم بوقف غير كر هذا بيا هدي قويس كأسي قويس دين هي أخلاق يدغن ورسلية وبد دغن ورسل أخلاق لما خصوا بحيسا هدي ما الله وده هسا يلا وده تمانا ينا يتحير ده من قوة تمانا يهسا يبقى خصوا بحيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي ما من مولود مجرى إلا الله إلا يولد على الفطرة وحلقوا دلا فطرة توصر ويستقوى خير يوانا قد يارق هذا الشيء يقبلك أيو نشاء فأبواه لبذي سأبو أي يهودانه يهودي كدقا وينصران أو ينصراني رواتي قرقود أو بيت أي كدقا صار صح لكن أو ذنب بمعنى هو وينصراني أو ينصراني أما نصراني بيكدغان ويمجساني أو يمجساني أما مجوسي دم عابده بيكدغان كما تنتج البهيمة سيدا نافقا ميلان كهيبا أدشو تنتج انت بضان إريا نتجا وحكم ديها إريا دا مركا مركا مادقا تاي إسكا مجول كون إسكا بنا إسان مركا إمي كما تنتج البهيمة سيدا الله قبل يرى والله ركرا كما تنتج البهيمة سيقول الشروع ذلك بهيمة جمعاء سنف قحالي بأودالو بهيمة جمعاء نف ميران هورا ميستران هل تحصون ما كدر ايما يسان فيها نف قد احي من شدعاء وح دق ياسن قوانان ميا كدر ايما يسان إساقا ينوم معنين دون حديث يا علماء ينوم معنين دون رواه مسلم ايوري عن ابي هريرة رضي الله عنه الفطرة وحوية الحالة المتهيئة للخير وحالة ديارة خيرية وناك وهي حالة أصل الخلق البشرية وأنا حالة أصل كأبور كم بشرية من أدمي وحردالانا يسوى خير كي وناك أو ديارة كما تنتج البهيمة بهيمة تنشمعاء أي كما تلد بلاك هذا مصمو خلي كما تلد سيدا أي ربش البهيمة نفق حولاهبة
بهيمة النيف حولها كاملة الأعضاء يحملها ذو نميسرين ولا نقص فيها وحن صانع اللحين جدعا أوحا لو قلتها مقضوعة الأذن لكت يضعي قوان تاي وحدك قوان هانا مركو إلمه صوبة شو صو ما أرك دان المئة ونميسرين لكت قوانين سن قوانين أي إنما يحدث فيها الجدع قوين تادي قاية سنة لقوين أيو إيا والنقص نقصاميمتو نقصان ده كتب هذا بعد ولادتها كتب هذا إيه وإن أينما يحدث فيها الجدع والنقص وحكيم هذا بعد ولادتها انت بلالتين ده بديد ومحا كان بتأثير من البيئة هذين بي أذن إيد إيجان كان المحيطة بها كحيرا من إنسان وغيره بني أدم إيا وحكرا أيا كان إيا إن دق لا ترى إيا إنسان لا ترى إن طبال لا ترى ودي نافقي وحو دالانا يا إساق ودى ما يستيران دي ترمي هدمي عريوان سنتين آيو ديك تاسي چرايان ديك تاسي چيحيا ديك تاسي قويريا بحال با ورابا دعوة هلان قبصر إيسو ديك تاسي قوصر إيسابا أما دبادة قوصر إيسا مرخان نافقي إساق ودى ما يستيران وان ميري لبا قورين بو صور داشي انتا كدي با وحكو إيمان إيا دي إن مركا بن آدمي دا قويو وصل لچرو أو دبا بحال چرو سياسي لك باب بن آدمي قرينا واقعا وكذلك حال الإنسان حال كقف إنسان قروا ساسو كريم تكون استقامته توسنان ديس أو انحرافه أموه عشديس وحي نقول إيسا رهن البيئة بيئة إيد ديانك أي يرهن تهلا التي ينشو أو كبر باري ويترعر فيها أو كوكالين قاضي taa bayadaas markaa ku barbaaray oo ku kaalin qaaday ayuma toosnaan diisa iyo wacashii soo noqonaysa isagoo khayr iyo wanaag u diyaarabo ilmahan soo dhalanaya dadana halkii la mariyo umbu maraya deewadiga arkayo kaafo haya dabka caabudaya dab caabudkaas ku tarbiyadeenaya kaas caabudaya saabudkaas u qaadanaya ki markaa de aqeedada saxda ah قطب عقدا صحد أبو قادر إياه وورقدا عدا أباهر وحلو قرو هلكي مركل مريم من مريسا وبناء على ما سبق إنه كل سنة وحي نصر ما نقول وحي نلاري إن الفرد قف جزء من الأسرة وجزء قيب قيس كم ندا والأسرة تقيس بجزء من المجتمع وقيب بالشدة كم ندا ودعامة الأساسية في واتير أساسية أيو قيس كمجتمع كيهين فإذا صلحت الأسرة مركو قيسكو هياغو صلح الفرد قفك وصلح الفرد قفك وهياغيا وإذا صلح الفرد قفك مركو هاغرا صلحت الأسرة أسرة بهاغيسا وصلح المجتمع مجتمع له هاغيا مركا ساس اسو خلنتي وحا ليسو مركا ليسو كيريا سار اركي دونو دي ابي هويا قيسكو كسبايسميا وحلا دوري أبي يهوي ورئيسين يقيس ورسالة يسوي مادن. سأباد كقصب حياة أباد ورئيسين وقصب حه. مركي قيسس كسيدا ورئيسين أدان أباد ورئيسين كقصب حه. بلشدين وحياة جيسا. لكن هدو قيس كحمان ذو. أباد كعلمي كقصب حياة وحمان أيام. أباد كعلمي كقصب حياة مركو حمان ذا. بلشدين مشتمعنا وحمان أيام. وهذه تمام تينا هيستا. يقويسس كأني بربر بدني في كوي مادين لقن حمفر بدني كوي مادين أخلاق ذيني مركا يحماتي بلشده الناعي مركا دي بربر يين هياري كله ذاي ووحا كيري إسلام يقول قويس كأسو إلى الله يا قويس كي قف قرأك سنبا خصو بحي بلشده باكو هاقي قال دولا وحي وچه لان قويس كي بي بربرين ايان سي أمد بلا أخلاق أو بلا لقن وان كرين ايو صبح ذو وهي الشيطان يا إبليس باكو هذيك سنة ايان oo isagu xumaan u nujeeda imika waa kan imika qeyladu ay ka dhacayso ingiriiska dhulkii de Soomaalidu ay barisantay wada degtay la leeyahay ilmihi yara de iskuulka hoose uulada ayaa looga soo bilaabaya in la baro iswaxayntii in halka laga baro inuu inan kira inan iska dhigi karo inan tina inan iska dhigi karto waxaan weydiin waxaan ku leeyahay dadka noocan maxay u jeedaan وانتي حميد بعد كرقة صوم مرتبين هذه مركا يقولون هو حميان أو شيطان باكو أذي قرية إنك لكن إسلام هو قويس كهو إلى لنا يا إيه أبيه هو يوراك صلى الله إلى لنا يا إيه وحا صوتنا لوغو يلا يا قويس كه
waxa weeye inuu ilmo wanaagsan ka soo baxo in qoysku haago in bulsho wanaagsan inoo soo baxdo hadaa wuxuu walidaaliga saa daraaddeed baa awral islaamu islaamku wuxuu siiyey alusrata qoyska ricaayatan baaliqa ilaalin xeel dheer wa cinaayatan iyo danayn faa'iqatan oo sarraysa wa shaqalat alusratu qoyskuna wuxuu buuxiyey xayisan kabiiran meel weyn min axkaam alqur'aani waalsunna axkaamta qur'aanka iyo sunnaha meel weyn bay qoyskii inta ka hadlaysaa buuxisay islaamku arrimaha daraaddeed inay hagaagii ummaddu ku xidhan iyo qoysku inuu hagaago ummad wanaagsani ka soo baxo ayaa islaamku usrada ugu dadaalayaa oo u danaynayaa wa shaqalat alusratu qoyskuna waxay buuxisay xayisan kabiiran meel weyn min axkaam alqur'aani waalsunna macnaha axkaamta usrada ka hadlaysaay qayb weyn ayay ka tahay qur'aanka iyo sunnaha madaahiru cinaayat alislaam bilusra haddaba madaahirta iyo muuqaalada uu islaamku ku daneeyey qoyska madaahiru cinaayat alislaam madaahirta iyo muuqaalada uu ugu dadaalay islaamku bilusra wa tatabaddaa way muuqan madaahiru cinaayat alislaam muuqaalada ku dadaalida islaamku bilusra uu ku dadaalay waxay ka muuqanaysaa min tilka tashriicaad tashriicaadkaas iyo jidaymaha waxyaalaha la jideeyey wal axkaami iyo axkaamta allatii saaqaha ee uu dhalaaliyey islaamku litadiim alusra si qoyska loogu nidaamiyo wa tartiibi shu'uuniha arrimaheedana loogu habeeyo axkaamtan iyo tashriicaadkan uu islaamku dhalaaliyey si qoyska loogu nidaamiyo oo arrimihiisa loogu tartiibiyo ayaa ka mid a cinaayadiisa wa min dalika calaa sabiili almithaali lilxasl arrimaha lagu ilaaliyey waxaa ka mida bay dhahay innagoo tusaalaynayna wada koobi mayno xasri iyo koobid maaha laakiin tusaalayno alamru bizawaaj farida la faray guurka litashyiidi dacaymi lusra si tiirarkii usrada iyo qoyska loo adkeeyo shayada albinaa'a waxaa laydhaa axkama marka si fiican loo dhiso ee tiirarkiisa iyo wixiisa loo taga tashyiid la yidhaahdaa guur ayuu faray islaamku litashyiidi dacaymi lusra si qoyska tiirarkiisa loo adkeeyo iyagu magaaladu guurka iyo guur la-aantu wax alla waxay markaa macno ayuu kala leedahay ma jirto ninkii haweeneedu doonuu iska raacaya haweeneedu kay doontay iska raacaysaa yacnii xoolaha waxba kama duwanaa laakiin islaamku muxuu faray guurka wuxuu guurka u faray in qoyska tiirarkiisii la adkeeyo liannahu laa usrata bigayri zawaaj usra iyo qoys la-aani ma jirayso guur la-aan liannahu laa usrata qoys ma jirayo bigayri zawaaj guur la-aan wa kullu calaaqa jinsiya calaaqa iyo xidhiir kasta oo dhex mara oo jinsiya oo hamo ku dhisan bayna rajul wa mra'a haweena iyo ruux dumara dhex mara bayna rajul wa mra'a nin iyo haweena dhex mara oo laa taquumu calaa asaasi zawaaji asaas guur aan ku dhisnayni faya zina wa sifaax islaamku wuxuu fiirinayaa inay zina iyo sibaax iyo fulxumo ay tahay wallahu tacaala yaquulu ilaahay wuxuu leeyahy walaa taqrabu zina waxaa zinada layidhah ku dhawaanina innahu zinadu kaana faaxishatan wuxun buu ahaday wasaa'a sabiila jid la maranaysaa wuxun wa yaquulu allahu caza wajala wuxuu leeyahy muxsiniina kayra musaafixiina walaa muttakidii akhdaan isagoo ilaahay ka hadlaya waxyaalaha loo xalaaleeyey mu'miniinta ayaa waxay odhanayay fii suurati almaa'ida walmuxsanaatu min aladiina uutu lkitaaba min qablikum ida aataytumuhunna ujuurahunna muxsiniina kayra musaafixiina walaa muttakidii akhdaan macnaha waxaa laydin xalaaleeyey dumarkii xorta ahaa ee kuwa kitaabka la siiyey ka mida marka aa meheradoodii siisaan muxsiniina idinkoo guursan kayra musaafixiina oon ka sinaysanaynin walaa muttakidii akhdaan saaxiiba hoosaadana aan ka dhiganaynin taasi kow guurka waxaa loo faray in qoys la hela hagaagsan baa tashriicu xuquuqiisa u jiri waajibaatiiba marka labadii qof laysu keeno haddana waxaa la jideeyaa xuquuq iyo waajibaad labadii qof ay isku leeyihiin si gurigani u ilaashamo si ubadkii waxaa ka soo baxaya ay u ilaashamo faqad awjaba alislaamu calaa zawji lizawjatii wuxuu ku waajibiyey kow almahr meherbaa ilaahay ku waajibiyey
قال تعالى عروات النساء صدقاتنا مهروسية نحر حلو عطيرة إلى حقي سكاها عطي ومهركي إثنين النفقة نفقة ذي أيال لقوة جميع ننكي قال تعالى إلي عروا على المولود له خالو دلي إلمها دلي رزقهن دي هو يوين كادلي وحل لقول لا يهي مساريب دو دي وكسوتهن أرد بيه الكود بالمعروف سيده معروف قاها مركا ولا يسر إلا يقانو. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيلي ولهن عليكم دبرك وحي إذن كل أيهن وصقنا ذي رزقهن بالكودي وكسوتنا يهرب بالكودي بالمعروف سوى لا يسمى رواه مسلم أي حديث يوري في حديث طويل وحديث يحجه ورين وصوى مرة ثلاثة المعاشرة بالمعروف ولا قروا قرى دقبوا وعاشروهن قال الله تعالى يحر وعاشروهن بالمعروف دبرك ولا كل رقم با الهيد واطئن صوت الماني مودة والرحمة با لدونا يقول قولوا كل سنادو حدي تالو وآيانا وحا لدونا يا إن وناك لو خلطتكو وناك لو خلطتكو وناك لو خلطتكو كما أوجب الإسلام السدو قوة تبيع على زوجة لزوجها إسلام قوة حكوة تبيع زوجة دي ونك اللوة تبيع واحد أطاع في غير معصية إنا يكو أطيع عضو وحي معصية أحين وحي معصية يدن بكتر لقوة أطيع مايو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مخلوق يبن آدم إلى حي أبوري الله خالق معصية لكم أطيعه قال تعالى يحرق الرجال قوامون على النساء رقوك وأقوم إدبذن ويضبرك والقوامة إنما هي القيادة وهو قامن هي ما مريدي مسؤوليات وحق طاعة هي حق وهو قان سبيد اثنين ألا تدخل بيته وقرقي سوائل ريسوق لأن أحدا قفنا بغير إذنه ورضاه إذن كيسيرها لأشيس لأنت وإن قفنا قرقي سوق لين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكم عليهن وحا إذنكم كل هذه دوركا أن لا يطئنا إن أنا كفري سنين فروشكم فراشرين عادة تكرهون وقفا مع عيسى رواه مسلم أوري من حديث طويل قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعيري لا يأذن وإن أنا وإذن لأحد تكرهون وقفا مع عيسى في دخول بيوتهم قريهين قليد هذا والجلوس في منازلكم يقريهين فريس هذا وإن أنا وإذن ثلاثة أن تحفظ شرفه وين الشرف دي سائر عرسه وتصون عرضه عرض جيس يدكتي سائر عرسه وتحافظ على ماله حليس روين إلى عرسه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عري ألا أدلكم ما يدين تصي على خير ما يكتنز الرجل وعنك خير إيسو وحقه خير بضن ما يدين تصي المرأة الصالحة وهوين ذي ونكسن بودي التي إذا نظر إليها سرته مركو فرح جليسة وروح ديدا نذافة ديدا موسود كيدا عبادة ديدا وناك كيدا ماذا الله مركو أركو فرحي وإذا أمرها طاعته مركو أمرنا أطيع عيسى يا الله الله عيسى يا ذو الدان ورئيني هي ورئيسى حتى هدري في الكري هي وإذا غاب عنها مره خم غنادنا حفظته إلى ليس في نفسها وما نفته هذه مالك سوى إلى ليس هذا يقرى لا حل قام غناشه وحل عبال ونبكف إذي ستو وضد حموسه وإذا الرئيان وقوة اسكد رئيائية وحشاك وعبليين مرخا أنا ويس إلى لسان نفته هذا رواي إلى لسان مالك سوى إلى لسان رواه أبو داود أيوري وصحه الحاكم في مستدركه حاكم من مستدركه سأيوك صوصار قويس كبرك أقول كيبا إسلام خفرين لوذي قفي يسقور سرين وحلين مد ولو بحقوق ذا أساد كلها يضحيك كري قف ولو بحقوق ذا ذكو صبح ولا قارقو ذا نقل هيا وحي مع الروتين جيم تشريع حقوق الأولاد والوالدين واتشدين ذا حقوق ذا عرورتا إيال لبدا والد فقدو شب الإسلام وحقوة جميع على الآباء لأولادهم أبا ياشي وعقوة تشبيه أو أولاده ذوها تشبيه واحد النفقة إلى النفقة أيام قال الله تعالى إلى يوحر فإن أرضعنا لكم هدايذين وشيام دور كيلا فري هدايذين شخصيان فاتهن وجورهن مش غير دوضة سيئة بأي لحيلة
فقد أوجب الله عز وجل إلى هاي وعواجبه أجرة المرضع تاوح شخصين سبش قيد هذا لنفقة الولد المها النفقة دي سدر هديد. اثنين حسن التربية والتأديب على العبادات والأخلاق تربية ونأكسن هي ابن ونأكسن عبادتك هي أخلاق ذا ونأكسن لقوا أبابيت حسن التربية تربية ونأكسن والتأديب هي لقوا أدبيه على العبادات والأخلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم أرورتين وحكوا أدبسا على ثلاث خصال صدح حالق على ضوط حب نبيكم نبيين صلى الله عليه وسلم شعيل كيسا وآل بيتي يا أهل بيت كيسا وقرات القرآن يا قرآن كأخرين تيسا رواه الديلمي أيها وريي. انظر الجامع الصغير للسيوطي حديث روى ضعيف جدا يا سنة كيسا اليوم وهذه القرآن يعني كتبتها اسكي معروف قوة ضعفك أي مسند الفردوس للديلمي وكم ديها وما لعق وعد وخد وكر ومسند الفردوس ضعف وشغل وما لعق عقيلي وعد ابن عدي وكر ابن عساكر وخد خطيب البغدادي ومسند الفردوسي هي مسند الفردوس كتاب غرية ضعف وشغل ضعف يسوى سعا والله يقانا. وقال عليه الصلاة والسلام وحييلي ألا هو كلكم دمانتيا راع واجره على أريد شري جيل شري وكيه يسمى كلكم راعي شري أياتين ومسؤول عن رعيته قف قصر وحل الرعي ولا ويدين دورا فالأمير الذي على الناس أميرك ضدك يعني أميرك هو راعي ومسؤول عن رعيته وراعي أمدا ومسؤول كوية هاي ونبا للرعي الدين توضا يا الدنيا توضا يا نلشودا ومسؤول عن رعيته رعيه سوى حلو ويدينه ولا رعيه ولا ويدين دورا والرجل راعي في على أهل بيته نكر أهل بيت كيس على الراعي هو مسؤول عنهم ولا لو ويدين دور أهل بيت كيس أبد كيس حاسس كيس ودقي دينته يعني الدنيا أخلاق دعوب ولا ويدين دورا. والمرأة الراعية على بيت بعلها هوان ذا وحل الراعي قرية من كذا وولده هي المها المهيس وهي مسؤولة عنهم ولا ويدين إياه قاتل دمر خنا وجري جودة إياه المهودة ما هبار لمان إياه ما لها ورد كيد معها هل كأي وحكت ريان ما وهل كا منع عمل الله مهم مدي عمل كي هو ينابي حيان هل كي أبد كي أمد وكسب حيسي ويجي قريه ويجي مي عمل لا يمكن خمسة شقدي هو ينت بهيان كوا هذا عمل الله قيسس كوا دي بربريي بقي قيسس كي بربريي أنتم بركي هو عمل ترين سوق أي كسي دعي المركا لكن كوا إنه ما عمل الله كوا إنه شقدي هو راكسر ينت بهيان حيان أو بكي بهيان حيان أو نو تربيني أو قريه بهيان حيان أو يرهلك كيهين بقي اسمه كوتة من هين كوا وكوتة على شيء جيا وكوتة قالا ده كوتة دبركي إنه وحوي وقريه هاي أبطل. والعبد الراعي على مال سيده الضان كو امقف شغاله و هو الراعي اسغانا قفغا سيدكيسا اما و شقين خوليسا هو مسؤول عنه و لو يدين دورا اسغانا الا هو فكلكم دمانت راع جرا اياتهم وكلكم دمانت مسؤول عن رعيته قفل و على الراعي و لو يدين. اخرجه البخاري ومسلم اي حديث يوريه وغيرهما يغير كتب ويوريه درس كهلك هاي نوغو تشوك والله أعلم.